بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا أسباط بن محمد، أخبرنا الشيباني عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي: ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها. فنزلت هذه الآية في ذلك. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. حدثنا أحمد بن شبويه المروزي، أخبرنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال: فوعظ الله ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ما ذكر في هذه الأحاديث أيها الإخوة هو من الصور المتعارف عليها عند أهل الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام. فترة من الزمن كانت هذه الأمور، ثم نهى الله سبحانه وتعالى عنها وبين شناعتها وقبحها. هنا في هذه الأحاديث النهي عن العضل، والعضل قد تقدم معنا في الدروس الماضية، وهو منع المرأة من أن تتزوج أو منع المطلقة من أن تعود إلى زوجها الأول، المطلقة طلاقا رجعيا بعد انتهاء عدتها قبل رجعتها. ولكن هنا في هذه الأحاديث معنى زائد على موضوع العضل، وهو المضارة والتضييق على المرأة، تضييق على المرأة لتبقى بدون زوج حتى يرثها وليها أو من كان يظن أنه كذلك، أو حتى تفتدي نفسها. وذكر في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا صورتان. الصورة الأولى هي ما كان يعرف في الجاهلية بنكاح المقت، وهو أن الرجل إذا مات وترك امرأة وله أولاد
من امرأة أخرى فإن ابنه الأكبر يرث هذه المرأة، يستطيع أن يتزوج بها ويستطيع أن يزوجها ويأخذ على ذلك مالا، ويستطيع أن يمنعها أن تبقى كذلك حتى تموت دون أن تتزوج. ولا شك أن في هذا من الظلم الكبير للمرأة ما لا يخفى، وفيه أيضا من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا من مجانبة الخلق الكريم. زوجة الأب في منزلة الوالدة، في منزلة الأم، فكيف يقدم أحد أبنائه على زواجها؟ وإن كان هذا الحق أيضا في الجاهلية كان للأقرباء، إذا لم يكن له أولاد ممكن أن يكون هذا للأقرباء يرثون هذه المرأة بعد وفاة زوجها. الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، ونهى أيضا عن الصورة الأخرى وهي التضييق على المرأة حتى تفتدي نفسها أو حتى تتنازل عن مهرها. في بعض الأحيان يقع العقد ويسمى المهر للمرأة مثلا، أو يسمى لها كما في عرف بعض الناس مقدم ومؤخر، وعادة ما يكون المؤخر مبلغا كبيرا، فحتى تتنازل هذه المرأة عن المؤخر أو عن المهر الذي لم تستلمه يضيق عليها تضييقا شديدا حتى تفتدي نفسها بأن تتنازل عن هذا المهر أو أن تدفع مالا كثيرا لمن يضيق عليها حتى تستطيع التحرر من هذه الربقة. والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك نهيا شديدا، وهذا كله من رعاية الإسلام لحقوق المرأة، ومن بيان أن هذا من الظلم الذي يقع عليها في الجاهلية، ولكن مما يؤسف له أن هذا أيضا يقع في بيئات كثيرة بين المسلمين الآن، تضييق على المرأة في ألا تتزوج أو التضييق عليها لتتنازل عن مهرها أو عن بعض حقوقها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا حصل منها ما يستوجب ذلك فمن حق الزوج أنه يطالب بما بذله لها من المهر، لكن في غير ذلك لا يجوز أن تكون المرأة سلعة رخيصة تباع وتشترى كما يشترى الرقيق في سوق النخاسة، ولا يجوز أيضا أن تبتز وأن تؤخذ حقوقها. وهذا الأمر كما كان يجري من بعض الأزواج أو من بعض الأقرباء، أقرباء الزوج، كذلك هو يجري أيضا من ولي المرأة من أبيها أو من أخيها. وذكرنا في الدرس الماضي أن بعض الأولياء يعضل المرأة، يعني يمنعها من أن تتزوج طمعا في مالها، لها مرتب، عندها أموال، لا يريدها أن تتزوج، يريدها أن تبقى كذلك حتى تموت فيرث هو هذا المال، أو يريد أن ينتفع من المال الذي يحصل لها من وظيفتها أو من تجارتها أو نحو ذلك. وهذا كله نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لهذا يقول في الحديث فأحكم الله سبحانه وتعالى عنه، يعني نهى، أحكم يعني نهى، لأن الحكم من معانيه المنع، فالله سبحانه وتعالى منع ونهى عن ذلك. هذا كله من باب بيان الصور الباطلة التي تقدم معنا في الدرس الماضي ذكر عدد منها، ومنها نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح التحليل، كذلك أيضا من الصور التي لا تجوز منع المرأة والتضييق عليها وظلمها لأجل
أكل حقوقها، أكل مالها، أو لأن تتنازل عن مهرها أو عن بعض حقوقها. ولهذا في الآية لتذهبوا قال ولا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني هذا محرم إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ بعضا من مالها. ومن باب أولى لو كان والعياذ بالله يريد أن يأخذ المال كله، هذا من باب كما يقولون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان الشيء الأدنى الأقل لا يجوز، من باب أولى أن ما كان أكبر منه فإنه لا يجوز أيضا. باب في الاستئمار. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا أبان أخبرنا يحيى عن أبي سلمة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت. حدثنا أبو كامل أخبرنا يزيد يعني ابن زريع حاء أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت. قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث، الوهم من أبي إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم. قال سكاتها إقرار. حدثنا محمد حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمروا النساء في بناتهن. نعم، هذه الأحاديث أيها الإخوة تثبت أن للمرأة التي تخطب، يعني المرأة التي يراد نكاحها، أن لها حقا في نفسها. وهذا هو الأمر المنسجم مع العقل ومع الشرع، لأنها هي التي تريد أن تتزوج وليس وليها وليس قريبها، هي التي تريد أن تتزوج، فلا يملك أحد أن يكون له حق أكبر من حقها في نفسها. والنساء قسمان، لأن المرأة التي تتزوج إما أن تكون ثيبا، ومعنى الثيب المرأة التي دخل بها زوجها في نكاح صحيح، يعني المرأة التي وطئت وطلقت أو توفي عنها زوجها، هذه تعتبر ثيب. والمرأة التي لم يسبق لها الزواج ولا معاشرة الرجال هذه هي البكر. فالنساء إما ثيبات وإما أبكار، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ثيبات وأبكارا. لماذا حصلت التفرقة بين الثيب وبين البكر؟ الثيب قال لا بد أن تستأمر في نفسها، يعني لا بد أن تصرح تقول زوجوني، نعم رضيت بالزواج من فلان أو لا أرضى، تستأمر، يعني الموضوع
يعود إلى إمضاء الأمر أو رده، يعود إلى أمرها هي، إلى موافقتها. طيب والثانية البكر، قال البكر تستأذن. فيه فرق بين تستأمر وتستأذن. تستأمر يعني لا بد أن تصرح بالموافقة أو بالرفض، وتستأذن يعني تخبر، تخبر هذه البكر. وفي هذه الحال إما أنها تصرح هذه البكر وتقول لا أريده، وهذا هو المطلوب، وإما أن تسكت، تسكت ولا يظهر منها ما يدل على الرفض كالتأبي والصياح والخروج من المكان، هذا دليل على الرفض. لكنها لو جلست في مكانها وسكتت ما قالت نعم ولا قالت لا، هذا دليل على أنها موافقة. هذا الظاهر أنها موافقة، لأنها لو لم تكن كذلك لعبرت عن رفضها إما بصريح العبارة أو بتصرف معين. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أخبر بالنساء وأعرف بأحوالهن، وكانت تحكي واقعا كان عليه النساء في الصدر الأول من الخفر والحياء والحشمة، تقول يا رسول الله إن البكر تستحي، بنت لم يسبق لها أن تتزوج ولا أن تعرف الرجال، تقول زوجوني من فلان أو لا تزوجوني، يعني هذا شيء خارج عن المعتاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سكوتها إقرار، سكوتها إقرار. لماذا فرقت الشريعة بين هذين الحالين مع أن المعقود عليها امرأة في كلا الحالين، لكن هذه ثيب وهذه بكر؟ الثيب حصلت لها تجربة وعاشرت الرجل الذي تزوجت به، فأصبحت عندها خبرة، أصبحت عندها قدرة على التعبير عن رغبتها. وأما هذه البكر التي ليست صاحبة تجربة فإنها في الأعم الأغلب تستحي، ولا ينبغي أن يقال في كل حال، بل في الأعم الأغلب، لأنها ربما قالت لا أريده، صرحت برفض أو برغبتها فيه، لا شيء في هذا، لكن في الأعم الأغلب أنها تستحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام صماتها، سكوتها يعني، في هذا الموطن مقام ماذا؟ مقام تصريحها بالإذن. في قاعدة في الفقه عند العلماء معروفة، يقولون المئنة المظنة تقام مقام المئنة، يعني الشيء الذي يغلب حصوله في مكان يغلب، يعتبر كأنه حاصل بالفعل. فهذه سكوتها هنا وليس هنالك ما يمنعها من أن ترفض دليل على إقرارها، فنعتبر أنها بهذه المثابة قد وافقت على هذا الزوج. أما الثيب التي جربت وخبرت أصبحت عندها القدرة أن تعبر عن رأيها، أن تظهر قبولها أو رفضها، فلا يجوز بحال من الأحوال إجبارها على شيء. سيأتي معنا موضوع الإجبار. الثيب لا تجبر، حتى أبوها لا يجبرها. الأب يتميز عن بقية الأولياء بشيء لا يوجد في غيره، وهو أحق بذلك، لأن الشفقة متوافرة في الأب أكثر من غيره، والحرص على بنته أكثر من غيره،
الذي يدعي أنه يحرص على فلانة أكثر من أبيها في الغالب هذا كلام يعني غير مقبول. هذه بنته لصلبه وفلذة كبده لا يمكن أنه يفرط فيها، لا يمكن أنه لا يرعى مصلحتها. نعم قد توجد بعض الحالات الشاذة أن يكون الأب مثلا غير مهتم بشأن ابنته، مضيع لمصلحتها، نعم، لكن الأساس والأعم الأغلب أن الأب أكثر الناس حرصا على مصلحة ابنته. ولذلك بالنسبة للبنت التي تزوج إن كانت ثيبا فلا يملك أحد إجبارها على شيء، حتى أبوها هذا، لكن إن كانت بكرا فالحال مختلف، فيه كلام كثير للعلماء، لكن الخلاصة إن كانت بكرا بالغة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تستأذن، لا بد من استئذانها، ولو رفضت اعتبر رفضها، لكن إذا سكتت اعتبر صماتها. لكن لو كانت صغيرة، طفلة صغيرة ما لها رأي، ما تستطيع أن تعبر ولا أن تبين، فالولي الوحيد الذي يستطيع إجبارها على هذا النكاح هو الأب، لما قلناه من أن الأب فيه من الشفقة وفيه من الحرص على مصلحة موليته ما لا يوجد في غيره. ومع ذلك قال بعض العلماء إذا زوجها صغيرة أبوها أجبرها، لأن الأب قد يرى في بعض الأحوال أن من المصلحة أن يزوج ابنته وهي صغيرة، لأنه هو في آخر عمره أو مريض يخشى من الموت قريبا، وهذه البنت صغيرة لا يريد أن يتركها هكذا، لا يدري ماذا يحصل لها، فيريد أن يطمئن عليها بأن يزوجها. أو يكون في بعض الأحوال مثلا كما يجري في بعض بلاد المسلمين الذين يهجرون ويشردون وكذا، قد يضطر الأب مثلا إلى تزويج ابنته حفاظا على عفتها، حفاظا على حياتها. العلماء قالوا حتى هذه لو زوجها وهي صغيرة ثم كبرت فتبين لها بعد ذلك أن هذا لا يصلح لها، من حقها يكون هذا من حقها. وهذا كله أيها الإخوة كما ذكرنا لأن النكاح يتعلق بالمرأة نفسها، وهي أحق ببدنها من غيرها، هي في نفسها صاحبة التصرف في مثل هذه الحال. الحديث الأخير حديث أم المؤمنين عائشة أيضا فيه زيادة على استئذان البكر وعلى استئمار الثيب، فيه زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آمروا النساء في بناتهن. القضية نحن نتكلم عن الأب وهو الولي، هو الذي ينعقد النكاح بعبارته وهو صاحب الحق، لا نكاح إلا بولي، نعم، لكن والأم هذه التي حملت وتحملت وولدت وأرضعت وربت وصبرت ليس لها من الأمر شيء؟ يأتي الأب ويقول زوجنا فلانة بفلان، وتأتي الأم تقول يعني لو أنك كذا فلان أحسن منه، فلان لا يصلح، ويقولها اسكتي يا امرأة هذا ليس من شأنك. لا، بل المرأة الأم لها حق، نعم ليس كحق الولي لكن لها حق في أن يبين لها، أن تستأذن، أن يؤخذ بخاطرها، أن يطيب خاطرها أقل القليل يعني. وهذا مما يؤسف له في كثير من البيئات، أمر غائب مع أنه حق. وقد ترى المرأة الأم في بعض الأحوال ما لا يراه الأب من حال البنت نفسها، أنها تصلح للزواج أو لا تصلح، أنها تصلح لفلان أو لا تصلح، أنها تصلح لهذه البيئة أو لا تصلح، وقد تعرف عن حال
هذه الأسرة هذا الزوج الذي تقدم ما لا يعرفه الأب، فمن الجور والحيف ومخالفة الشرع عدم أخذ رأي النساء أم المرأة في تزويج ابنتها. وهذا كله أيها الإخوة يدلنا على مدى تكريم الإسلام للمرأة في نفسها وفي من حولها وفي أمها وفي قرابتها، أيضا حتى قرابتها من العدل ومن الحكمة ومن الرحمة أن يستشاروا في مثل هذا الموضوع، أخواتها، قريباتها، عماتها، خالاتها، إن لم تكن أمها موجودة أو كانت موجودة. لكن مثل هذا الأمر فيه مصلحة عظيمة يا إخوة. موضوع الزواج ليس من الأمور اليسيرة، ليس كسلعة يشتريها الإنسان من السوق ثم بعد ذلك إن راقت له أخذها وإن لم ترق له رماها. لا، زواج مسألة عظيمة كبيرة، من أعظم العقود التي شرفها الله سبحانه وتعالى وشدد في شأنها عقد النكاح، لأن عقد النكاح به قوام الحياة، به عمارة الأرض، به وجود الذرية. هذه الذرية هي التي تعمر بها الأرض، فلا بد من العناية بهذا. ولذلك فإن كثيرا من هذه الأمور أو هذه الأمور التي مرت بنا في الأشياء الممنوعة في الشريعة وفي الأشياء المطلوبة كلها من باب صيانة عقد النكاح والحرص على استمراره. لماذا حرم نكاح المتعة؟ لأنه ليس فيه استمرار، ليس المقصود منه السكن، ليس المقصود منه الأولاد، إنما هو لتحصيل نزوة عارضة وشهوة طارئة. أما الزواج فيجب أن ينظر إليه بهذا المنظار، منظار الاستمرار للسكن والحياة الكريمة والأولاد والعلاقات التي تقوم بين الزوج وبين أصهاره وبين الأصهار وبين زوج ابنتهم وهكذا. أما التفريط في هذه الأمور هذا ليس من هدي الشرع، وهو يقود إلى مفاسد كثيرة. ولعل ما يلحظ الآن من انتشار حالات الطلاق بشكل كبير في كثير من المجتمعات المسلمة إنما يعود للتفريط في هذا المبدأ، في حسن الاختيار، في التحري، في التأني، في الحرص على موافقة شرع الله سبحانه وتعالى. اظفر بذات الدين تربت يداك، هذا ليس فقط في المرأة بل حتى في الرجل. المرأة وأولياؤها يجب أن ينظروا إلى هذه المعاني في من يتقدم لخطبة ابنتهم. ولا نقول بأن المرأة ليس لها شيء، الكلام في الرجل، إذا كان الرجل صاحب دين وخلق يكفي هذا، بل حتى المرأة لا بد أن تكون كذلك، لا بد أن يكون هناك توازن في هذه الحياة بين الرجال وبين النساء، لأن النكاح يراد للاستمرار ولعمارة الحياة. كيف يمكن أن يحصل السكن الذي ذكره الله تبارك وتعالى؟ خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، من أين يحصل هذا؟ والسكن الذي ذكره الله أيضا من أين يحصل إذا لم يكن هناك توافق، إذا لم يكن هناك حسن اختيار، إذا لم يكن هناك تطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى؟ ستحصل الندامة وربما تحصل قريبا، فيؤدي هذا إلى قطع هذه العلاقة وقطع عصمة النكاح وتفكك الأسرة وتدميرها. هذه الأسرة النواة التي يراد لها أن تنبت وأن تكبر وأن تكون باسقة لها ثمار ولها ظلال ولها آثار، إذا لم يحسن الاختيار فإنها ستنتهي في أقرب فرصة. باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا حسين بن محمد، أخبرنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلا معروف. نعم، هذا الحديث عن ابن عباس له روايتان. الرواية الأولى مصرح فيها بأن الراوي ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا حديث مرفوع. لكن الحديث الثاني وكلاهما مروي عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس وهو من العلماء، من علماء التابعين. في الحديث الرواية الثانية عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حديث مرسل لم يذكر فيه عكرمة ابن عباس، وعكرمة لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، فهو حديث مرسل وهذا حديث ضعيف. لكن الرواية الثانية الأولى عن ابن عباس، الرواية الأولى عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أن جارية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتاة وقالت إن أبي زوجني دون أن يستأمرني، دون أن يستأذنني، وإني كارهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رد هذا النكاح، خيرها. في بعض الروايات أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت أمورا معينة تدعو إلى عدم القبول بهذا الزوج، لأنه قد يقول قائل إن هذا من الفتاة من باب الخسة واللؤم، تعترض على تصرف أبيها ولا تقدره ولا توقره. قد يقول قائل هذا، وهذا هو الذي يظهر أن الإنسان إذا رأى تطاولا من الابن على أبيه أو تذمرا من بعض تصرفاته أو رفضا لبعض طلباته وأوامره، قد يحمل هذا على سوء الأدب وعلى قلة الاعتبار وعلى العقوق. لكنها في بعض الروايات ذكرت، قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. هذا ابن أخوه يعني إنسان تافه حقير، هو زوجني به يعني ليرفع من شأني، ولا هو لا يصلح أن أتزوج به. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام خيرها في أن تقبل أو أن ترد، في أن تقبل بما صنعه أبوها من التزويج أو أن ترد ويكون هذا من حقها. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لها قالت قد رضيت يا رسول الله، هي بعد أن ثبت لها الحق رضيت، تنازلت يعني، قالت أردت أن يعرف الناس أن للنساء حقا. يعني هي ما تصرفت هذا التصرف إلا لتثبت حق المرأة في نفسها، في نفسها. سيأتي معنا في أحاديث أخرى أن هذه المرأة كانت ثيبة، هذه كانت بكرا كما في رواية ابن عباس، لكن في بعض الروايات أن هذه المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام كانت ثيبة، وأنها قالت إنها كانت ترغب في عم ولدها، يعني أخو زوجها، وهذا دليل على أنها كانت متزوجة وأن عندها ولد، إذن هي ثيب. فهل يعني هذا وهم من روى الحديث الأول أنها كانت بكرا أو هو شيء آخر؟ العلماء قالوا يحمل هذا على تعدد السؤال، امرأة جاءت سألت وهي بكر، وامرأة جاءت سألت وهي ثيب، ومن باب أولى أن الثيب لا تجبر، لا تجبر. الذي يجبر هو الأب ولي الصغيرة، وقد ذكر بعض العلماء كما قلنا أن من حقها إذا كبرت أنها إذا لم ترغب أنها ترفض، لكن غيره من الأولياء لا يملك إجبارا، ولا حتى الأب مع الثيب. الثيب تستأمر، يعني أن تقول نعم أو لا،
تقبل أو ترد. فلذلك يعني عندما يرد هذا الحديث في شأن الأب وهو أعلى الأولياء وأولاهم وأقربهم وأحقهم بالنظر في شأن موليته، إذا كان هذا الأب إذا صنع بدون أن يستأذن أو أن يستأمر فإن المرأة لها الخيار في القبول أو الرفض، فما بالك ببقية الأولياء؟ ليس لهم حق. لكن في بعض البيئات الجاهلة والظالمة تجبر المرأة قسرا على أن تتزوج حتى من غير، حتى الذي يجبرها ليس أبوها، قد يكون أخوها، قد يكون عمها، يجبرونها أن تتزوج بدون أن تكون موافقة على هذا الزواج. فإما أن هذا الزواج بعد مدة ينتهي وتتبعثر هذه الأسرة وتهدم هذه الرابطة، وإما أن تبقى المرأة في نغص وتنكيد وحياة شقية ما بقيت من حياتها. وليس هذا هو المطلوب. المطلوب أن يكون الزواج سكينة، وأن يكون رحمة، وأن يكون مودة، بيئة يفيء إليها الإنسان فيجد فيها الراحة والهناء والسعادة. وهذا كله لا يمكن أن يأتي مع سلب الحقوق أو مع الظلم أو مع التفريط. هذا وأمثالها أيها الإخوة لا بد ونحن نذكره أن نؤكد مرات ومرات على رعاية الإسلام لشأن المرأة. رعاية الإسلام لشأن المرأة في شأن الزواج، في شأن التربية، في شأن الميراث. جعل الله سبحانه وتعالى الميراث للنساء وفصل في ذلك تفصيلا لم يفصله في بقية الأحكام المذكورة في القرآن، فصل فيه تبارك وتعالى حتى لا يعتدي أحد عليه، حتى لا يكون هذا مجالا للاجتهاد والأخذ والرد والقبول والرفض. الله سبحانه وتعالى فصل فيه كل هذا في شأن المرأة، في ظلم المرأة. هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. أعداء الإسلام ومن انسلخوا من ربقة الإسلام وزهدوا فيه من أبنائه يجدون في هذه الحالات التي يقع فيها الظلم على المرأة يجدون فيها وسيلة للتنفير من الإسلام، ويقول هذا الإسلام، هؤلاء المسلمون، هذا ليس هو الإسلام، وهذه ليست تصرف المسلمين الحقيقيين، هذه من الأمور الظالمة الجائرة، بل بعض منها من أمور الجاهلية. أمور الجاهلية هي التي كانت المرأة فيها لا تساوي شيئا، ليس لها قيمة، بل هي سلعة تباع وتشترى، لا ترث ولا يكون لها حق في نفسها في الزواج، ولا يكون لها أيضا حق فيما إذا توفي زوجها في أنها تتزوج. هذه أمور كثيرة أيها الإخوة يجب أن ننتبه إليها وأن نحرص عليها أن نطبقها في واقعنا حتى نظهر للناس الصورة الحقيقية للإسلام. والذي يتبع شرع الله سبحانه وتعالى ويرضى بحكمه هو الفائز في النهاية، الفائز في الدنيا إن شاء الله، لأن الفلاح والنجاح في الدنيا مرتبط بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. فالفلاح والنجاح في الدنيا مرتبط بتطبيق شرع الله، وأما في الآخرة فلا يفوز عند الله سبحانه وتعالى ولا ينجو إلا من اهتدى بهدي الله سبحانه وتعالى وأطاع أمره. إذن تطبيق شرع الله هو السبيل للفوز والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. باب في الثيب. حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها،
والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. وهذا لفظ القعنبي. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. نعم، هذا الحديث يؤكد ما تقدم من أن الثيب أحق بنفسها. والحديث هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأيم أحق بنفسها. من هي الأيم؟ الأيم هي المرأة التي ليس لها زوج، مات عنها زوجها أو طلقها، يعني سبق لها الزواج. وأيضا يطلق هذا بمفهوم أوسع، كل امرأة ليس لها زوج حتى ولو كانت بكرا فهي أيم. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيامى يعني غير المزوجين، النساء غير المتزوجات، أنكحوهن يعني زوجوهن. لكن المقصود هنا في هذا الحديث ليس مطلق المرأة غير المتزوجة، بل المرأة الثيب التي سبق لها أن تزوجت أو طلقت، هذه المرأة أحق بنفسها. وهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما تقدم في عدد من الأحاديث وبصيغ متعددة، أنها هي أحق بنفسها، لها الحق في القبول أو الرفض، لا بد أن تصرح، تستأمر. يقال: تقدم فلان لخطبتك، ما رأيك؟ تقول: نعم لا بأس، أوافق. أو تقول: لا لا أريده. تستأمر، يعني هي التي تأمر بالزواج منه أو تقول: لا أريده. والثيب تستأذن، ثيب البكر تستأذن وإذنها صماتها. في الحديث الذي روي عن ابن عباس أيضا أنها قال: والبكر والثيب يستأذنها أبوها. هذه كلمة أبوها مدرجة في الحديث، ليست من الرواية الثابتة، ليست هذه محفوظة. لماذا؟ لأن الذي يستأذن المرأة في الزواج ليس أبوها فقط، وليها. وليها قد يكون الولي الأب وهو موجود، أو قد يكون موجودا لكنه مريض أو معتوه أو مغمى عليه، لا يستطيع أن يتبين الأمر. ففي هذه الحال تنتقل الولاية إلى غيره، كان لها ابن أو له لها أخ أو عم أو نحو ذلك. فيعني قوله يستأذنها أبوها، لو أخذنا بظاهر هذا الحديث معناها معنى هذا أنه لا يستأذنها إلا أبوها، ومن لم يكن لها أب فإنها لا تستأذن. لا، يستأذنها وليها. فكلمة أبوها ليست بمحفوظة في الرواية الصحيحة، لأن الاستئذان، استئذان المرأة في النكاح، قد يقع من الأب إن كان موجودا وقادرا، وقد يقع من غيره من الأولياء، من الأولياء حتى الحاكم. مر معنا في الدرس الماضي: السلطان ولي من لا ولي له. حتى الحاكم إذا أراد أن يزوجها لا بد أن يستأذنها، يستأمرها إن كانت ثيبا، ويستأذنها إن كانت بكرا، ويستأذنها إن كانت بكرا. لكن في الحديث الثالث
فيه صورة معينة مرت معنا في الدرس الماضي وهي قضية اليتيمة. اليتيمة هذه إذا كانت في كنف من رباها يتيمة، لكنها بلغت النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغت المستوى الذي تزوج فيه، هذه اليتيمة أيضا يجري عليها ما يجري على غيرها، إن كانت ثيبا فهي تستأذن من باب أولى، لأن لها زيادة على حقها في نفسها أنها لها رعاية، وإن كانت بكرا فمن باب أولى أيضا أنها تستأذن، من له الولاية عليها يستأذنها. وبالصورة التي ذكرت في الحديث، إما أن تصرح برغبتها في القبول أو الرد أو أن تسكت، لكن لو ظهر منها ما يدل على الرفض، بعض التصرفات، بعض الحركات المخالفة التي تدل على الرفض والتأبي كالصياح والرفع الصوت أو الخروج من المكان أو نحو ذلك، فهذا دليل على عدم قبولها. وأولى ما يرعى ويعتنى به أمر اليتيمة. اليتيمة إذا كانت في كنف ولي فإنها لا بد أن تحصل على حقها كاملا في القبول أو الرفض. بعض العلماء توسعوا في قضية إذن الفتاة البكر، وهذا انطلاقا من كون البكر عادة ما تكون حيية لأنها لا تعرف الرجال وما خبرت العشرة، فتكون حيية. في بعض الأحيان عندما يذكر لها موضوع الزواج يقال تقدم فلان لخطبتك أو نريد أن نزوجك من فلان، قد تبكي، لكن البكاء في بعض الأحيان قد يكون من باب الفرح وقد يكون من باب الحزن. فيه إنسان مثلا له قريب غائب من مدة طويلة، وإذا به يقدم عليه بعد مدة طويلة، فإذا رآه استقبله وبكى، هل البكاء هذا للحزن ولا للفرح؟ فرح بقدوم الغائب الحبيب. لكن في بعض الأحيان البكاء هذا دليل على الرفض، لا تملك أن تقول شيئا صغيرا أو حيية، تبكي بكاء مرا دليل على الرفض، ما تقول لا أريده لكنها تبكي بكاء شديدا. فالعلماء بعضهم قالوا البكاء هذا إن رأينا فيه علامات الفرح فهو دليل على ماذا؟ على قبولها، وإن رأينا فيه علامات أخرى فهو دليل على الرفض. يعني لو كان مع البكاء نشيج وتغير هذا دليل على أنها رافضة، لكن إذا كان البكاء عبارة عن دموع تسيل هكذا مع شيء من الابتسامة هذا دليل على أنه للفرح. وبعضهم توسع ودخل في مسائل طبية، قال إذا كان هذا الدمع يتذوقون الدمع، إذا كان الدمع هذا حامضا مرا هذا دليل على أنه للرفض، وإذا كان يعني غير ذلك طعمه يعني مستساغ غير مر فهذا دليل على أنه للقبول. على كل حال هذه أحوال واجتهادات، لكن المفترض ألا يعقد النكاح على امرأة إلا بحسب إذنها، بحسب حالها، إن كانت ثيبا فلا بد أن تستأمر، أن تكون عبارتها صريحة في القبول أو الرفض، وإن كانت بكرا فإنها تستأذن، يعني يطلب إذنها، فإن سكتت كفى هذا. ومثلها اليتيمة على وجه الخصوص لا بد أن يعتنى بأخذ رأيها. ونؤكد على الأمر الذي مر معنا
قبل قليل في بعض الأحاديث حديث ابن عباس أن أحاديث أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آمر النساء في بناتهن، أنه لا بد أيضا من مشاورة المرأة في شأن ابنتها، في شأن ابنتها، لأن لها حقا في هذه بالميراث والرعاية والصلة والقرب والتربية والحمل والولادة وكل هذه الأمور، فحق المرأة حق عظيم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون قد جعل حق الأم في الرعاية أكثر من حق الأب. جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني إذا أردت أن أفعل برا من أحق الناس حتى أعطيه؟ ترتيب الأولويات يعني. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. في بعض الروايات في الثالثة أو في الرابعة قال ثم أبوك. نعم، الأب هو رب الأسرة وإليه ينتسب الأبناء، وهو قائد السفينة، وهو الذي ينفق، وهو المسؤول الأول. لكن أيضا الأم لها حقوق عظيمة تقدم في باب البر حتى على الأب، فمن باب أولى من البر بها، من إعطائها حقها، أن تستشار في شأن ابنتها. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين رحمهم الله عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. نعم، هذه قصة خنساء رضي الله تعالى عنها التي أشرنا إليها قبل قليل، أن رواية ابن عباس أن المرأة التي جاءت كانت بكرا، وهذه الرواية تدل على أنها كانت ثيبا، فالعلماء جمعوا بينهما وقالوا الحالة تعددت، مرة جاءته بكر ومرة جاءته ثيب. هذه خنساء بنت خدام رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت ثيبا، قالت إن أبي زوجني بدون موافقتي. قال فرد النبي عليه الصلاة والسلام النكاح. ما معنى رده؟ يعني هل قال إن هذا النكاح باطل أو جعل لها الخيرة؟ المقصود بأنه رده، أعطاها الحق في الرد. كون النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا النكاح يعني أعطاها الحق في أن ترد هذا النكاح. باب في الأكفاء. نقف هنا أيها الإخوة لأن عندنا بعض الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا شهرنا هذا بخير، وأن يجعلنا فيه من المقبولين الفائزين ومن عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المسلمين المضطهدين والمشردين والمظلومين، وأن يردهم إلى ديارهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم. هذا أخوكم يقول بأنه متزوج من امرأتين، ووالدته تنصحه بترك الزوجة الثانية لأن بها مرضا وتسرع أحيانا، وهي يتيمة يقول لي منها أبناء، فهل أطيع الوالدة أم أبقيها في عصمتي؟ على كل حال الأمر هنا للزوج، وإذا لم يكن هناك مفسدة شرعية ظاهرة أو مفسدة دنيوية كبيرة، فطاعة الأب أو الأم في مثل هذا ليست واجبة. من حق الأم على ولدها أن يسترضيها، أن يطيب خاطرها، لكن إذا موضوع الزواج والأولاد ورعاية المصلحة
هي مسؤوليته هو، فإذا رأى هذه المعاني أن له منها أولاد وأنها يتيمة، هذه كلها معاني ترعى، واستطاع أن يصبر على مرضها وعلى صرعها فهو مأجور على ذلك، لكن عليه أن يحرص على تطيب خاطر والدته. يقول بأنه صائم هنا في مكة وأهله في الجزائر، فزكاة الفطر هل يخرجها هنا أو هنالك؟ الأصل أنه زكاة الفطر تكون في المكان الذي يكون الصائم فيه، الذي يدركه العيد وهو فيه، لكن لو أخرجها في بلده أو كانت هنالك حاجة في بلد آخر فأخرجها فيه فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول إذا كان مرتديا لملابس الإحرام ثم صلى وهو لابس نعله ما حكم صلاته؟ إذا كانت النعل طاهرة ما في شيء يعني إن شاء الله. يقول لماذا يقوم العمال بتطهير المكان بين الملتزم والحجر الأسود؟ وما في ذلك، هذا هو المطلوب، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني ماذا فيها يعني. يقول بعض الناس إذا جلس لا يحب أن يجلس أحد بجواره، يقصد في المسجد، وإذا أتى متأخرا يحب أن يوسع الناس له. على كل حال يعني لينوا بأيدي إخوانكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا أمر مطلوب يعني. ويقول بعض المعتمرين يدفع مبالغ طائلة ثم يبخل على نفسه بالطعام ويشارك الفقراء والمحتاجين في صدقات الطعام. إذا لم يكن الإنسان محتاجا فلا يجوز له أن يأخذ من هذه إذا كانت مخصصة لفئة معينة. نعم. يقول إذا نويت الاعتكاف في المسجد هل أجلس في مكان واحد أو أجلس في أي مكان؟ تجلس في أي مكان. يقول جلست بعد صلاة الصبح أذكر الله حتى أشرقت الشمس ثم أحدثت فتوضأت وعدت لأستأنف ما نويت، هل أصبت أم أخطأت؟ عملك صواب إن شاء الله، لا شيء فيه إن شاء الله. يقول رجل لم يقف على الصفا مرة واحدة عند السعي، هل هذا ينقص من العمرة؟ ما معنى الوقوف على السعي الصفا يا إخوة؟ إن كان المقصود الصعود إلى أعلى الجبل هذا ليس مطلوبا، المطلوب أن يرتقي الإنسان في الجبل قليلا. الآن لو رأيتم من يدفعون العربات هذه لا يصعدون إلى الأعلى، ولكنهم يصعدون قليلا ثم يعودون، هذا يكفي يكفي، لكن أن ينتحي الإنسان جانبا أو يصعد قليلا ليتفرغ للدعاء ونحو ذلك هذا أمر لا بأس به طيب، لكن لا يلزم أن يصعد الإنسان إلى أعلى الجبل. يقول جاء من المغرب في اليوم اللي هم مفطرون من المغرب ونحن في ذلك اليوم صائمون، ما هو الجواب؟ على كل حال إن كان بالنسبة لما يجب أن يلتزم به بعد أن يدخل قبل غروب الشمس يجب عليه أن يمسك، من كان مفطرا ودخل إلى البلد وجد أهلها صياما عليه أن يمسك، ما يأكل أمام الناس ولا يشرب أمام، عليه أن يمسك رعاية لحرمة الشهر. لكن بالنسبة لحساب الأيام مثلا إذا صام في مع المغرب مثلا، المغرب صامت بعدنا بيوم مثلا، فهل يعني يفطر معنا أو يفطر مع المغرب؟ إذا صام أهل هذا البلد 29 يوما من قدومه هو هذا يكفيه، لكن إذا كان الشهر عندهم ناقصا فصاموا 28 يوما فهو لم صام هو 28 يوما بقي عليه يوم من رمضان، يفطر معهم ثم يصوم بعد ذلك اليوم الذي بقي عليه. يقول امرأة طلقت فسخ القاضي عقدها والحكم صدق، فهل العدة 3 حيض أم حسب الحكم شهرا؟ المرأة عدة المطلقة
والمرأة المخالعة ومن فسخ نكاحها فالحكم سواء. إن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء كما ذكر الله سبحانه وتعالى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وإن كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. لكن هذا من منذ متى؟ منذ أن يصدق الحكم، يعني بعد أن ينتهي تصديق الحكم يبدأ التطبيق. يقول: أيهما أفضل في رمضان، قراءة القرآن أو الطواف؟ الذي يتيسر لك والذي تجد انشراح نفسك فيه افعله، لكن قراءة القرآن في رمضان لا شك أنها من أجل القرب، وشهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لكن إذا لم يجد في نفسه قدرة أو رغبة في القراءة ووجد أنه يستطيع أن يطوف، لا يخلي نفسه من الطاعة والعبادة، يطوف. امرأة يقول طافت، كبيرة السن، طافت ثم تعبت فذهبت واستراحت وفي اليوم التالي عادت وسعت، لا شيء عليها إن شاء الله. يقول: ما القول الفصل في حكم ختان الإناث؟ ختان الإناث تكريم للمرأة، خصوصا في بعض البيئات التي تنمو فيها الأعضاء التناسلية بشكل معين أو الرغبات الجنسية تكون يعني قوية جدا، هذا من باب تكريم المرأة، تكريم المرأة، لكن ليس بواجب، ليس بواجب. وبعض البيئات المتأثرة بالعادات الجاهلية تجور على المرأة، قد ينهكون هذا العضو الذي يقع فيه الختان، بعضهم قد يقتلعه. هذا لا يجوز، لأن هذا من حق المرأة، من حق المرأة، ولا يجوز أن يفعل بها ذلك. إذا حصل هذا في بعض البيئات فليكن يعني شيئا يسيرا يحصل به المقصود ولا يؤدي إلى إذهاب هذه الحاسة. يقول: أنا متزوج وطلقت زوجتي وانتهت العدة ثم عقدت عليها بمهر جديد، يبدو أن الطلاق رجعي، هل تعتبر الطلقة الأولى؟ نعم، الطلقة الأولى محسوبة عليك. من أنقص من عدد الطواف عليه أن يتمه، عليه أن يطوف الطواف كامل من جديد. والاعتمار عن الأقارب أو عن الموتى، عن الأقارب الموتى أو العجزة الذين لا يستطيعون أن يؤدوا العمرة بأنفسهم أو الحج، يجوز هذا. يقول: إذا حصل الشك في عدد أشواط الطواف ماذا أفعل؟ القاعدة يا إخوة أن كل شيء مشكوك فيه كأنه غير موجود. يعني إذا كنت تصلي، صليت العصر مثلا وشككت هل صليت 3 أو 4، الشك في ماذا الآن؟ في 3 ولا في 4؟ في 4، فكأن 4 غير موجودة، فالمطلوب منك أن تصلي 4. كذلك في الوضوء، لو توضأت وشككت هل غسلت رجليك أو لم تغسل، لا، كأنك لم تغسل رجليك، فإن كان الأمد قريب ولا زالت الأعضاء مبتلة تغسل رجليك، وإن كان قد مضى وقت طويل وجفت الأعضاء تعيد الوضوء. إذا طفت أو سعيت وشككت في العدد فتبني على المستيقن وهو الأقل، والمشكوك فيه تطرحه وتزيده مرة أخرى. يقول بأنه اعتمر وقصر بعض الشعر بالمقص، لا علم لي بالتقصير أو الحلق بالموس. الحلق بالموس هو الأفضل والأكمل، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل في حجته قالوا: الأجر لمن يا رسول الله؟ قال النبي عليه السلام: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. في 4 قال: اللهم ارحم المقصرين. فحلق الشعر لا شك أنه يعني من أفضل الأمور بعد النسك، لكن يجزئ عنه التقصير. التقصير يعني أخذ بعض الشعر، لكن ينبغي أن يكون من جميع أطراف الرأس، يعني من الجوانب كلها، أن يأخذ ما تيسر من أطراف الشعر. نعم، وهذا يكفي إن شاء الله.